بعد اتهامهم بالخيانة بحسب تعبيرها، وتم دفنهم في فناء إحدى المدارس. استولت الميليشيات الحوثية على 29 سيارة إسعاف قدمتها المنظمة الدولية للهجرة وهي التابعة للأمم المتحدة، قدمتها إلى المرافق الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين. وقامت العناصر الميليشياوية بنقل هذه السيارات بعد تغيير ألوانها إلى جبهة القتال، ونقل أجهزتها أيضا الداخلية إلى مستشفيات ميدانية في الجبهات. هذا وسبق للميليشيات الحوثية أن استولت على أكثر من 50 سيارة إسعاف تم تقديمها من منظمة الصحة العالمية للمرافق الصحية في مناطق سيطرة الميليشيات، لكن الحوثيين استخدموها لإسعاف جرحاهم في جبهات القتال. فجرت ميليشيات